نظم عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة مسيرة حاشدة في ذكرى 30 من يونيو المجيدة على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب حاملين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جو من السعادة والأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الجميع. وتفاعل السائحون الأجانب والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم، مما يصدر صورة إيجابية لمصر والمصريين والاستقرار الذي تنعم به البلاد. احنا فندق سان رايز مملوك بالاس وسان رايز جاردن بيتش، الفندقين متحدين مع بعض بكل الموظفين لإقامة المهرجان ده عشان نقدم صورة مشرفة للدولة. بهني الشعب المصري باحتفالية 30/6، والنهاردة احنا كل فئات الموظفين في الفندق اتحدوا على اساس يقدموا عرض جيد بين فيها قد ايه ترابط الشعب المصري بالإدارة بإدارة البلد، وقد إيه إحنا مهتمين جدا بإننا نعمل احتفالية مشرفة قدام كل الأجانب الموجودين في الأوتيل بسمعة مصر وشكل مصر، وإننا مؤيدين لسياسة الدولة وإن شاء الله مزيد من التقدم. طبعا إحنا في الأوتيل هنا جمعنا كل الموظفين وحضرنا كمان بعض المأكولات الشرقية عشان تتقدم برضو للجست، وطبعا قدمنا النشيد الوطني، وده كان شعور من القلب مننا كلنا لمصر. وطبعا بهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكره على حسن إدارة البلاد، وبشكر حضراتكم لتغطية الاحتفالية الجميلة دي. تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثانيا للشعب المصري اللي حافظ على الثورة. وأنا النهاردة موجود في الغردقة، السنة اللي فاتت كنت في الساحل الشمالي، النهاردة بعرف أمشي على طريق، أنا بمشي في أي مكان آمن سالم غانم، مفيش أي مشاكل بالنسبة لي. تنزل القاهرة شوارع محترمة، محاور محترمة، كل حاجة بنية تحتية فوق العادة، ولا 50 سنة عشان كنا نقدر نعمل البنية التحتية اللي اتعملت في 7 سنين اللي فاتوا. بفضل توجهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شايف انه اكتسابات الثورة تاني العمل في المجال السياحي وتطوير البنية التحتية؟ العمل السياسي النهاردة بقى ممتاز ممتاز فوق ما تتخيل.
النهارده احنا في مكان كل حاجه نظيفه، كل حاجه كويسه. تنزل مطروح تلاقي الشغل تمام، تنزل مرسى علم تلاقي الشغل تمام، الساحل الشمالي تمام. في اي مكان النهارده السياح في السبع سنين اللي فاتوا دول اختلفت كل وجزئي. ايميل ادوارد، البحر الاحمر، طيبه.